السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نتكلم على الدخل السلبي أو إزاي تكسب فلوس وأنت نايم. إن شاء الله يبقى الكلام كله حقيقي وكلام تقدر تنفذه. حاول تختار الأفكار اللي تقدر تعملها وحاول تبتكر أفكار جديدة أنا ما قلتهاش، ودي مهمة جدا إن أنت تبدأ في أسواق محدش بدأ يشتغل فيها. طيب يعني إيه دخل سلبي ودخل عادي؟ الدخل العادي هو ان انا بروح الشغل ولو غبت بيتقسم الفلوس او مش هيبقى فيه دخل او حاجة زي كده، دي اللي هو الدخل العادي. الدخل السلبي هو ان انا ببذل جهد، يعني مفيش حاجة اسمها دخل سلبي يبقى مش ببذل جهد. في موقع هدخل عليه هسجل اسمي ولا نفسي ايه بقيت مليونير، لا الكلام ده مش صحيح. يعني في بعض الناس بيدوا كورسات كده يقول لك انت بس تعمل كذا وكذا او دوس على الرابط دوت وهتكسب فلوس. هو انت تدوس على الرابط دوت هو بيجي له مبلغ بسيط من المال لان انت اشتركت، فهو عمال يكسب من الناس اللي هو بيضحك عليهم او بيغرغر بيهم والكلام دوت. لا انت هتبذل جهد، بس هتبذل جهد اول مرة وبعد كده يبدأ العادات بتاعك يشتغل. بالعداد بتاعك هيشتغل حسب الجهد اللي انت بذلته في الاول. يعني على سبيل المثال لو انت كتبت كتاب وحطيته وبعته بالطريقه العاديه ان انت رحت مكتبه وخليته، فانت كل فتره بيجي لك الدخل. او انت اشتريت حته ارض مثلا وسايبها وكل شويه مثلا حد بيبعت لك الفلوس بتاعت الارض، او انت مأجر شقه مثلا لحد وبيجي لك ايجار. هي دي الفكره بتاعت الدخل السلبي. لكن موضوع الانترنت فتح لنا ابواب لحاجات كتيره جدا مش محتاج ان انت تدفع فلوس. يعني مش هقول لك اشتري كذا ولا، ممكن تبذل حاجات بسيطه زي مثلا انت بتجيد حاجه او بتعرف حاجه، اكيد في ناس عايزه تعرف الحاجه ديت. يعني انت مثلا واحده مثلا بتعرف تخيط بشكل كويس او بتعمل تريكو بشكل كويس، ممكن تعمل كورس للموضوع دوت ويتباع. يعني ممكن تحطه مثلا على مواقع زي اودمي وهتلاقي ناس كتيره. يعني لو انت مثلا شغال في حته ارض وبتزرع بشكل معين هتلاقي ناس كتيره جدا. في فيديوهات لناس واحده مثلا مش فاكر كانت في اندونيسيا او فين، عملت بعض الفيديوهات للحياه الطبيعيه بتاعتها لان هي مش قاعده في مدينه، هي قاعده في حته ارض زراعيه، فناس كتيره مهتميه انها تشوف ازاي انها بتتعايش. وفي واحد برضو كان عامل فيديوهات ازاي هو بيعمل حاجات مانيوال ويدوي او هكذا، يعني مثلا بيعمل فيل مثلا من الخشب وحاجات زي كده، والفيديو مثل ان هو مش بيتكلم اي لغة، فناس كتير عمالة تدخل تتفرج عليه وهكذا. او ممكن تستفاد بموضوع اليوتيوب، بس اليوتيوب مش هيجيب لك دخل في الاول، لازم عدد كبير جدا من المشتركين يبقوا موجودين، تقريبا 1000 مشاهد وعدد ساعات ناس كتيرة اتفرجت على الفيديوهات قبل ما يبدأ ان انت تكسب منه، وحسب المحتوى وحسب كذا. فانت بتبذل جهد في المحتوى، بعد فترة بتبدأ تجي لك الارباح. فممكن من خلال الكورسات، ممكن من خلال ان انت تعمل يوتيوب، ممكن من خلال ان انت بتعرف تصمم. فمش هتتفق مع حد كل شوية ان انت تصمم له، لا انت بتعمل تصميم جاهز زي تمبليت وتحطه على مواقع والناس عايزة تشتري التمبليت، فانت من غير ما تبذل جهد بتلاقي ان في حد اشترى التمبليت النهاردة، في حد اشترى التمبليت بكرة وهكذا. ده يفرق عن الموضوع اللي هو بتاع مثلا مستقل او فريلانسر او كذا، ان انت لازم كل يوم تدخل، ولو ما دخلتش هتلاقي ان انت بدأت تخسر وما بتكسبش وهكذا. طيب في برضو حاجة نازلة جديدة اللي هي ال NFT، ما بنصحش بيها، بس هي الفكرة كلها ان انت تعمل محتوى مش محدش عمله قبل كده وفي ممكن حد يشتري. يعني عملت لوحة فنية مثلا، في تويتر، اول تويتر لصاحب تويتر، تمام، فديت بعد بمبلغ كويس لان واحد عايز يشتري حاجة ملهاش مثيل، تمام. ممكن الميتافيرس ممكن تصنع العاب او تصنع عربيات او تصنع مباني وتبيعها في الميتافيرس. طبعا انت بتصنع العربية وتبيعها مثلا ب10 دولار، عربية كاملة بتبيعها ب10 دولار، بس انت ما بتبذلش في المواد الخام، انت مجرد بتدخل على اي برنامج من برامج التصميم زي 3D ماكس، زي فيوجن، البرنامج اللي انت بتعرفه، وبتصمم حاجة وبتحطها على المتجر وبيشتريها ناس كتيرة. يعني الفكرة كلها ان العربية ممكن 100 واحد يشتريها، 1000 واحد يشتريها. فدي برضو من ضمن الحاجات الكويسة ان انت اي حد دخل وعجبته العربية واشتراها خلاص بيبدأ الاعداد يشتغل معاك. دي فكرة الدخل السلبي. ممكن مثلا تعمل لعبة مثلا وتحطها على الاندرويد،
تمام، تكون في فكرة جديدة، حاجة ممتازة، فيبدأ الناس تشتري اللعبة، أو ممكن تكون اتحطت بس في إعلانات موجودة على اللعبة، فتلاقي عدد المشاهدات بيبقى يزيد، فيبدأ يزيد معاك الربح. دي كلها أفكار، وحاول تجيب فكرة جديدة، يعني حاول تاخد فكرة بره الصندوق، حاول تشوف حاجة ممتازة. فكرة الدخل السلبي ان لو حصل لا قدر الله انت سبت الشغل، فانت في دخل بيساندك شوية لحد ما ربنا يكرم بشغلانة تانية، او ممكن يكون اعتمادك كلي على الدخل السلبي دوت لو هو ربنا فتح عليك فيه وبقى فيه دخل كويس. المهم ما تعملناش التيك توك والحاجات اللي هي الهبلة دي، ممكن تكون بتجيب مبلغ من المال بس صدقني ربنا ما بيبارك فيها. فحاول تعمل حاجة تضيف قيمة للناس وتفيد للناس، وفي نفس الوقت مفيش مانع ان انت يكون في مكسب ان شاء الله. في حاجة كمان هي البيع بالعمولة. يعني ايه البيع بالعمولة؟ مثلا موقع زي امازون او اي موقع من المواقع اللي هي بتبيع، بيقولك لو انت عرفت تجيب لي زبون يشتري المنتج اللي عندي انا هديك نسبة، وبالذات لو هي حاجة سوفت وير، يعني لو بعت برنامج او بعت كتاب الكتروني ده بيبقى سهل ان هو يديك ربح زي ما انت عايز. انما لما يكون انت مثلا هو باع تلاجة او باع مكنة او كذا، فبيبقى فيه ربح، بس بيبقى الربح اصغر شوية لان دي حاجة فعلا بتكلفه فلوس. انما الكتاب ممكن يبيع 1000 نسخة، هي نفس النسخة اللي بذل فيها جهد اول مرة. فالبيع بالعمولة دوت في ناس كتيرة جدا بتعتمد عليه بشكل اساسي في الدخل بتاعها. تمام، بس ده بيتطلب ان انت يكون ليك عدد كبير جدا من المتابعين اللي بثقوا في آرائك، ولما تقول لهم حاجة معينة ممكن يقتنع بيها. في ناس مثلا بتعمل فيديو بتقول والله احنا انا شفت منتج معين، ساعة مثلا او موبايل او عربية، ويبارك امكانياتها وينصحك مثلا بشراء انهي نوع، ويكون صادق معاك، فساعتها ناس كتيرة بتشتري المنتج دوت، فساعتها ده بيحقق له دخل.